وفي ألمانيا أيضا كانت بسمة التي بلغت 27 عاما نائمة على الأريكة عندما قتلها زوجها برصاصة في الرأس، ثم أخبر الشرطة أنه أطلق الرصاص على أم أبنائه الثلاثة بطريق الخطأ أثناء تنظيف المسدس، ويحاكم الرجل حاليا بتهمة القتل الغادر أمام المحكمة الإقليمية في مدينة غوتينغن الألمانية. وفي أحد شوارع برلين قتلت أم لستة أطفال طعنا، وتشتبه السلطات في أن طليقها هو من ارتكب هذه الجريمة. وفي مدينة شفالمشتات بولاية هيسن لقيت امرأة تبلغ 53 عاما حتفها في متجر عندما أطلق شريكها السابق 4 طلقات عليها ثم انتحر، وكانت الضحية قد أبلغت عنه من قبل لدى السلطات بتهمة الاعتداء الجسدي والإكراه والمطاردة. هذه فقط 3 جرائم قتل من بين أكثر من 100 جريمة من هذا القبيل تقع سنويا في ألمانيا. ورغم أن الجريمة في ألمانيا آخذة في الانخفاض بوجه عام، فإن عدد جرائم العنف ضد المرأة آخذ في الازدياد. وتقول الإحصاءات إن المتهم في هذه الجرائم غالبا ما يكون هو الزوج أو الشريك السابق، وأحيانا الرجل الذي رفضت الضحية تقربه إليها. وكثيرا ما توصف هذه الجرائم بعبارات ملطفة مثل مأساة عائلية أو مأساة عائلية. ووزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قالت في تصريحات لصحيفة بيلد أم سونتاغ في أيار مايو الماضي: هذه جرائم قتل، ويجب أن نسميها بوضوح بأنها جرائم قتل ضد النساء. النساء يقتلن لأنهن نساء. على الدولة أن تعترف بأن لدينا مشكلة كبيرة وخطيرة هنا، ولا بد أن نتصرف حيالها. ومن جهته أعلن وزير العدل الألماني ماركو بوشمان مؤخرا عزمه إجراء تعديلات تشريعية تسمح بتشديد عقوبات جرائم العنف ضد المرأة. وترى منظمة حقوق المرأة تير دي فام أن ألمانيا متأخرة للغاية في الجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة جرائم العنف ضد المرأة. وتقول يامينا لورغي المسؤولة عن قضايا العنف المنزلي والجنسي في المنظمة: لدى إسبانيا قانون لحماية النساء منذ عام 2004 وهيئة مراقبة مستقلة تسجل جميع جرائم القتل التي تنم عن كراهية ضد النساء، بما في ذلك أعمال الانتقام من الأطفال منذ عام 2020. وأوضحت الخبيرة بحسب تقرير الألمانية أن تقييم مخاطر تعرض المرأة للعنف على الصعيد الوطني في إسبانيا يجري باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مضيفة أنه عندما يتم رصد ارتفاع كبير في المخاطر يجبر مرتكب جرائم العنف على ارتداء أساور تتبع للموقع لمراقبة حظر الاتصال. وفي ظروف معينة قد يتم أيضا تعليق حق التعامل مع الأطفال المشتركين. وتؤكد الخبيرة أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لديها بالفعل استراتيجية وطنية وتنفق أموالا أكثر بكثير مما تنفقه ألمانيا في مكافحة العنف ضد المرأة.